الإنسان بيقدر يعيش بلا إيد وبلا دراع وبيعيش بلا رجل، بس الإنسان ما بيقدر يعيش بلا قلب وبلا شخصية وبلا شرف كمان. وإنت بدك تعيش بشرفك وقلبك مثل النمر. الإنسان ما بينكسر بعينه، بينكسر بقلبه، والقلب الله بيعطيه من الولادة. إذا ما عندك هذا القلب وكان عندك أربع إيدين، شلون رح تقدر تعيش وأنت مرتاح؟